الاعتكاف يا جماعه، وانا ما رضيتش اقولها في عبادات اخر الشهر، عايز افيدها لك، لان مش كل الناس تتيسر لها الاعتكاف. وان كان لو عايز يعتكف هيعتكف، صح حاج ولا لا؟ لو هو عنده ايه هيعتكف، لو عنده ورديه في المستشفى هيعتكف. بس احنا هنقول مثلا ان هو في غايه الاحتياج، ما قدرتش تدخل من مغرب 21 وتخرج مع صلاه العيد او اخر الليله من رمضان، ما تيسر روح شغلك وارجع الاعتكاف. اعتكاف جزئي، حتى لو هتقضي بعض مصالحك في المسجد وتعمل بعض التليفونات لقضاء بعض الاعمال، اهل العلم قالوا مش اي حاجه. ما قدرتش حاجه خالص، الايام الوتريه يوم ويوم يا اخي، يوم الدنيا ويوم اعتكاف، ما قدرتش لا دي ولا دي. ودي اللي انا عايز اختم لك بيها، الجزء من الوقت اللي هتدخله في المسجد خلي بنيه الاعتكاف. وده الامام النووي يقول: ويستحب لمن دخل المسجد ان ينوي الاعتكاف. الاعتكاف يعني انا منقطع لله شويه، دول 5 دقائق 10 دقائق نص ساعه ساعه، لان من اهل العلم نقول اقل الاعتكاف يوم وليله، والاعتكاف يكون مصاحب بصيام. خلينا مع الراي ده، ان احنا اللي تدخل مش عايزه لفظ، مش تقول نويت الاعتكاف، يبقى انا في نيتي ان انا داخل الوقت ده منقطع لله، نيه الاعتكاف قطع العلاقه عن الخلائق اتصالا بالخالق. حلوه حلوه، انا وربنا وبس. النبي يا جماعه كان بيعمل خباء يدخل فيه، النبي صلى الله عليه وسلم المسؤول عنا وعن دعوتنا وعن عبادتنا، هذا في وقت لازم اخله بنفسي يا جماعه، انا وبس، اتعبد لله بس، بحرص على ذلك بارك الله فيك. صلى الله يوفقنا اياكم على خير، ويجعلنا من اهل ليله القدر، واجعلنا من الفائزين برمضان، وكل عام وانتم بخير، وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه اجمعين.